بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الحديث الأخير من الكتاب من الباب التاسع عشر، وهو باب حجة النبي، في الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث العاشر بعد 3000. يقول: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر. جعفر بن محمد أبوه اللي هو محمد بن علي، اللي هو محمد الباقر بن علي زين العابدين، نفس الاسناد السابق تقريبا. قال: اتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسالته عن حجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن اسماعيل اللي هو الروايه السابقه وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم ابو سياره على حمار عري، عري يعني بلا بردعه، ادي معنى حمار عري، يعني ليس عليه سرج او بردعة، ما يوضع على ظهر الحمار يركب عليه يسمى بردعة او بردعة بالدال والذال، وما يوضع على ظهر الحصان ليركب يسمى سرج، وما يوضع على ظهر الجمل سنم الجمل ليركب يسمى رحل. يبقى حمار عري يعني لا بردعة عليه، كويس؟ يعني كان بيركب الناس زي عنده توك توك كده بس بصورة حمار، يركب الناس عليه ينقلهم ويرجع تاني يركب وينقل، شغال كده يعني، عنده شوية حمير عري يركب عليها الناس يوصلها ويرجع تاني. ده أبو سيارة، سموه أبو سيارة عشان بيسير بالناس يعني، فهمت؟ يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المزدلفة بالمشعر الحرام، لما يعني وصل لحد إيه المشعر الحرام، قريش ظنت أن النبي هيقف على عادتهم القديمة، كانوا لا يخرجوا إلى عرفات، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، يعني هناك يكون منزله ثم، يعني هناك. فأجاز يعني ايه، تركه واستمر في وجهته ولم يعرض له حتى اتى عرفات فنزل. باب ما جاء ان عرفة كلها موقف، بس ترفع عن وادي عرنة، وادي عرنة اللي هو في مسجد نمرة ده مش من عرفة، ترفع عن وادي عرنة وباقي عرفة كلها موقف، تقف في اي حتة، مش شرط تتزاحم عند جبل الرحمة والصخرات يعني اللي وقف عندها النبي، والناس كمان توصل لجبل الرحمة وتطلع الجبل، النبي ما طلعش الجبل، النبي وقف أسفل الجبل، جبل الرحمة، لكن الناس هناك أول ما يوصلوا لجبل الرحمة يتزحموا ويتسلقوا الصخور، وفي اللي بيقع ويتعور ويجرح ويسيل منه الدم، وبعضهم يتكسر وما يعرفش يكمل حجته، كل ده جهل ملهاش لازمة. وبعدين إيه، بدل ما يقعد يدعي، لا مع الموبايل قاعد يتصور. بقت مشكلة، بقت مشكلة العبادة يعني، فقدت حتى يعني روحانيتها، كل واحد بقى رايح ملبي كده وفرحان ومتضبع وقاعد هناك على جبل الرحمة، خد لي صورة خد لي صورة، وقاعد بقى مرة وهو ده جنبه ومرة وهو ده واقف قدامه ومرة وهو قاعد ومرة وهو واقف ومرة وهو بيعمل كده، كل دي ما يصحش يعني، صور طفولية يعني، صور طفولية أنا ما بحبهاش في العبادات. العبادة خليك مع الله، دي فرصة، ده انت في يوم عرفة، ده انت في يوم عرفة وفي مكان عرفة، الناس التانية كلها قاعدة غلبانة في بيوتها وانت ربنا اختارك كده
وجابك وقفك في عرفات يوم عرفه لانه بيحب يغفر لك. ده هو جابك هنا عارف لو نمت يوم عرفه وصحيت كده على المغرب قال له كلا احنا خلصنا قمت مغفورا لك. تقوم تروح تتصور هناك مش مهم يعني الصوره دي فوتها. خدت بالك يعني اشغل نفسك بالعباده. مفيش داعي للصعود على الصخرات. انا شفت ناس اللي اتكسر واللي اتعور واللي اتربط وسال دم وعملوا غرز وراحوا على الاسعاف وقضى وقف عرفه هناك نقلته الاسعاف علشان يخيطوا. ليه؟ ليه بتعمل كده؟ ليس من السنه. فهمت بقى؟ مفيش داعي. يبقى عرفه كلها ايه؟ موقف. في اي حته الخيمه اللي انت قاعد فيها في عرفه كل فوق بيبقى عندهم خيم خاصه بيهم، واخد بالك؟ الحته بتاعتك دي في الخيمه اللي انت قاعد فيها دي هي دي عرفه. اقعد بقى ادعي واشغل نفسك بالدعاء، واخد بالك ازاي؟ والعباده. وما تشغلش نفسك وترهق نفسك في عرفه انك تفضل تمشي في وسط الناس الزحمه عشان توصل لحد الجبل وتتزاحم مع ده وتزحم مع ده. على ما توصل للجبل تلاقي نفسك تعبان مش قادر تدعي، عايز تنام بقى. فهمت؟ فلازم توفر جهدك في مثل هذه الايام لانها قد لا تكون الا لك وقفه واحده في عمرك. في ناس بتحج مره في العمر. تعرف تضمن انت انك هتيجي تاني؟ ما تعرفش. فهمت؟ فدي فرصه ارجوكوا، لان الواحد لما بيروح بيحج بيزعل من المناظر دي. لدرجه ان الواحد بينشغل عن الدعاء من الحسره على الناس دي. حتى ما بيقعدش يدعي لنفسه. يقول ليه بس بيعملوا كده؟ ويشغلونا حتى. فهمت؟ فما فيش داعي. يبقى عرف ايه؟ النبي ريح الناس. عرف كلها موقف، يعني حيثما اوقفك الله اقعد ادعي بقى واشغل نفسك. ما تقعدش تزق ده وتزق ده ويروحوا هناك يزقوا في بعض ويتخانقوا عند ايه؟ سفح جبل الرحمه اللي راح حج وشوف، واخد بالك؟ وتحصل خناقات وده يشتم ده وده يشتم ده. ليه؟ الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، كل دي اعمال شياطين عايز يضيع عليك الاجر، غيران كل الغيره انك انت ازاي جيت المكان ده وربنا هيغفر لك. يقوم بقى يحاول يسول لك اي حاجه كده تسويله علشان يضيع عليك ويقعد واقف هناك في الركن في عرفه. طبعا الشيطان مش محرم ولا حاجه، واخد بالك؟ ده واقف في عرفه بس ايه؟ علشان يضحك عليك كده وينبسط ان هو ضيع عليك ثواب الحج. تاخد بالك؟ يبقى عرفه كلها حتى هواء عرفه موقف. هواء عرفه يعني انت في طيارات ساعات هليكوبتر معديه كده بتمر علشان تشرف على الحجيج. فلو سواق الطيارة ده أحرم ونوى الحج تحقق له الوقوف بمجرد مروره في هواء عرفة. فهمت بقى إزاي؟ مجرد مروره في هواء عرفة. يبقى عرفة كلها موقف وهواءها يأخذ حكمها. هواءها يأخذ حكمها. يبقى لما يجي لك الراجل بتاع الطيارة الهليكوبتر يقول لك أنا عايز أحج وأنا إيه ببقى يوم عرفة ده راكب الطيارة رايح جاي في عرفة، نقول له يجوز، احرم. فهمت ازاي؟ وحجك صحيح. ولا يشترط ان يكون مستيقظا، يعني لو شغلوه في عرفه نايم او في غيبوبه. واحد عنده سكر جات له غيبوبه، غيبوبه سكر. فقعدوا في الخيمه، الراجل عنده غيبوبه نايم مش دريان بحاجه، قاعدين يدوله في علاج ومحاليل، فبعد المغرب وكانوا طلعوا بيه على مزدلفه، صح حجه. صح حجه. يبقى لا يشترط ان يكون منتبها كمان، لو نائما ولو مغمى عليه ولو في غيبوبه ولو في هوائها ولو تعلق بغصن شجره تكون في هواء عرفه، صح حاجه. فهمت بقى ازاي؟ كل دي تيسيرا على الناس. وقت وقوف عرفه يدخل من ايه؟ من بعد ظهر يوم عرفه الى طلوع فجر يوم النحر. طلوع فجر يوم النحر، يعني لو جاء عرفات قبل فجر يوم النحر بلحظة وصل عرفة وقف وبعدين رجع تاني على مزدلفة، صح حجه. وهي الليلة الوحيدة، الليلة الوحيدة في طول السنة اللي يجي نهارها قبل ليلها يوم عرفة. ليلة النحر لها حكم يوم النحر، يوم عرفة. تملي الليل يجي قبل النهار، مش كده؟ تملي الليل يجي قبل النهار، يقول لك بكره رمضان تقوم تصلي التراويح، يعني الليل جه قبل ايه؟ قبل ما تصوم، مش كده برضه؟ الا عرفه. نهارها يجي الاول، وليله النحر ملحقه بيها. ودي حاجه نادره في الايه؟ في الزمن. وده تيسيرا على الناس. السنه انك انت تجمع الليل والنهار في عرفه.
الوقفة الكاملة تاخد لحظة من النهار ولحظة من الليل، يعني احنا قبل غروب الشمس وتستنى لما الشمس تغرب، هنا كده وقفة كاملة. طب لو وقف في الليل فقط او في النهار فقط ثم انصرف صح حجه، ويستحب ان يجبره بدم لعدم جمع الليل والنهار، ولا يجب، يستحب. واضح؟ يبقى لو فاته الجمع بين الليل والنهار فعرف صح حجه، يعني وقف بعد العصر شوية وتنه ماشي، قال امشي قبل الزحمة، فهمت ازاي؟ يروح على مزدلفة، صح حجه، ما تقولوش حجك باطل، بس تقول له ايه؟ تجيب صك اضحية ب 500 ريال وخلاص، ما جراش حاجة، واخد بقى، وصح حجه. واحد تاني اتأخر في الزحام، وأخروه في المطار، وأخروه مش عارف ايه، والعربية عطلت فيه في السكة، وحصلت له مشاكل، وصل عرفة الساعة 4 الفجر، والفجر جدا الساعة 5. صح حجه. فاهم؟ صح حجه. فيهاش مشكلة. بس عليه ايه؟ يجبر بدم، على سبيل كمان الاستحباب. يبقى وقت الوقوف بعرفة يدخل من بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. اي لحظه بدول وقفت في عرفه او مريت حتى، مش شرط يقف يسكن، يعني افرض رايح ماشي ورجع ماشي، ما سكنش يعني لم يقف، لم يسكن، ادي ما يبقى صح برضه، يعني حتى ولو مر في هواء عرفه او مر ماشيا ورجع ماشيا، ويجوز الوقوف راكبا والوقوف على قدميك، ويجوز القعود ويجوز كل حاجه والركود وكل حاجه، كل ده جائز. ويكره الصيام للواقف بعرفه. ليه؟ حتى يستعين بالغذاء والشراب على قوة البدن حتى يدعو الله. النبي فضل واقف من بعد ما صلى الظهر والعصر يدعو إلى غربة الشمس، يدعو متواصل، درجة الناس افتكروه صايم، ده ما نزلش لا كل ولا حاجة ولا شرب حاجة ولا طلب حاجة، فقالوا ده الظاهر صايم ده ولا إيه؟ قامت ستنا ميمونة قالت لهم لو عايزين تعرفوه صايم ولا لأ خدوا كوب اللبن ده اعرضوه عليه، لو شربوا يبقى مش صايم. وكان النبي واقف على ناقته، القصوى عشان الناس تشوفه. فاهم؟ فقاموا جابوا له ايه كوب اللبن، شربه قبل غروب الشمس بلحظات، فعرفوا انه ما كانش صايم. صلى الله عليه وسلم. يبقى صح حجه، يقف. بس هيبقى عليه دم استحبابا. عليه دم استحبابا. لا لا ما لا ما في ناس اصلا بتفتي في الحج بجهل. يا ده مليان هناك في الحج فتاوى جهل كلها خطا. خد بالك ما تاخدش العلم الا من المصريين الازاهره، هو ده العلم. بكلمك جد، هناك يفتيك على مذهب واحد وعلى وجه واحد في مذهب مرجوح، بيقول لك هو ده الاسلام. لا، الاسلام اوسع من كده، خدت بالك؟ فما يفتكش على مذهب واحد ووجه واحد في مذهب كمان. ان شاء الله يقف، ان شاء الله ما يقفش، يعدي ويرجع المزدلف خلاص، ما يجراش حاجه، او يقعد حتى يبات، قال لك انا هقعد لحد قبل الفجر ويصلي الفجر في عرفه، صح حجه برضه، ما فيهاش حاجه. قال لك انا تعبان، لا انا عايز انام، يقعد يدعي له ساعه كده ولا، وصلى المغرب والعشاء في عرفه، ما صلاهوش في مزدلف كمان، صح حجه، صح حجه. طب وترك المبيت في مزدلفه؟ دم عليه، دم، يبقى عليه دمين، 1000 ريال بس سهلة، ويجبر حجه وتمشي الحكاية. طب افرض بقى وصل عرفات بعد طلوع بعد الفجر، على ما تخلص من كل العوائق اللي عطلته، وصل لقى الفجر بيد، ضاع عليه الموقف، ضاع عليه الحج، بس هو محرم بالحج، يعمل ايه؟ يروح يطوف بالبيت ويسعى ويحلق ويسموها عمرة فوات، يحولها إلى عمرة بقى، فهم؟ يبقى اسمها عمرة الفوات، عمرة الفوات، ويجب عليه الحج من قابل وعليه دم. فهمت بقى القصة؟ يبقى عليه دم ويحولها إلى عمرة ويحل، ويجب عليه الحج من قابل، يعني من العام اللي بعده على طول. أربع حاجات، فهمت النقاط دي؟
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. وعنه به قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني النبي نحر في موضع في منى وقال لهم ما تتزحموش على الموضع ده، منى كلها منحر، كله ينحر في مكانه، فهم؟ قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، يعني كل واحد في حيث أقاموا الله في منى في مقامه ينحر. ووقفتها هنا، ووقف عند سفح جبل الرحمة في عرفة، وعرفة كلها موقف، ما تتزحموش حواليا في النقطة دي بس، لا كل عرفة موقف واسع، ربنا وسع علينا. ووقفتها هنا في المشعر الحرام في مزدلفة، وجمع كلها موقف اللي هي المزدلفة يسموها جمع لأن بيجتمع كل الحجاج فيها فسموها جمع. ووقفتها هنا يعني عند المشعر الحرام، وجمع كلها موقف يعني ومزدلفة كلها موقف. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يبقى الرمل في الثلاث أشواط الأولى للحج في الطواف، في كل طواف يعقبه سعي، يسن الرمل ثلاثة أشواط في الطواف للرجال دون النساء في كل طواف يعقبه سعي. الوقت احنا في الزحام ده ما بنعرفش نرمل خلاص، بكسر بسبب شدة الزحام أصبحت إيه سنة معطلة، ما بتعرفش ساعات كده تلاقي خطوتين قدامك كده تروح تجري شويه كده لحد ما وبعد كده تمشي عادي مع الناس، لان مش معقول طبعا تزق الناس وتجري، انت راجل قوي بقى وتوقع الناس وضحايا حواليك ما ينفعش، مفيش داعي لها. ها يعني اذا تيسر لك ارمل، مفيش خلاص ما يجريش لانها سنه ولا شيء فيها لو تركتها عمدا، لا شيء فيها، يعني حتى لو تركتها عامدا والمكان فاضي وقلت انا مش هرمل خلاص ما يجريش لا شيء عليك، ولا دم ولا صيام ولا صدقه ولا حاجه. باب في الوقوف. وعلى فكره في سنه الرمل في جميع اضلع الكعبه ما عدا بين الركن اليماني والشمال والركن الحجر تمشي. بين الركن اليماني والحجر تمشي. دي حته دقيقه اللي هي ايه في اضابير الكتب. واخد بالك؟ في حواشي الحواشي. يبقى ايه ترمل حوالين ايه ضلوع الكعبه كلها ما عدا الضلع اللي بين ركن الحجر والركن اليماني وركن الحجر تمشي بس. ليه؟ لان اصل الرمل النبي لما عمله في عمره القضاء، لان قريش كانت قايله ان ايه ان الصحابه لما هاجروا الى يثرب اصابتهم حمى يثرب فضعفوا بقوا ضعاف، فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز ايه يبين للكفار ان هم صحتهم قويه واخد بالك بعد الهجرة ولم تضعف كما يظنوا حتى لا يجرؤوا على المسلمين. وكانوا ساعتها الكفار قاعدين فين؟ ناحية حجر إسماعيل، فاهم؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم ترملوا في الضلوع دي وبين ركن الحجر اليماني وركن الحجر امشوا عشان تستريحوا شوية، فاهم؟ ادي السبب. نص على ذلك الإمام النووي في المناسك في كتابي اسمه كتاب المناسك للإمام النووي، من الكتب اللطيفة في الحج، كتاب منفصل للحج للإمام النووي اسمه المناسك، وشرحه ابن حجر الهيتامي، مطبوع يعني ممكن تشتريه، كتاب المناسك للإمام النووي بشرح ابن حجر الهيتامي، كتاب المفروض إن أي واحد هيحج يقرأ كويس، كتاب فخم يعني للإمام النووي جزاه الله عنا خير. باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس اللي هنا مين؟ يعني غير قريش، يبقى لفظ عام مخصوص. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني إيه؟ انتقلوا إيه من عرفة حيث أفاض الناس غير الحمص.
كانت قريش ومجموعه كده متحمسين من القبائل زيها، قالوا لا احنا ازاي نخرج بره الحرم، بقى نسيب الحرم ونقف في عرفه وهي حل، لا احنا هنقف في مزدلفه. وباقي قبائل العرب كلهم سايبين الحمص، دول كانوا 5 قبائل حمص عاملين حلف مع قريش في الجاهليه، فهمت ازاي؟ فما كانوش يفيضوا من حيث افاض الناس اللي هم سواهم يعني العرب الاخرين. فربنا يقول لا ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يبقى الناس ده لفظ عام مخصوص ايضا مقصود به غير الحمص. سموا نفسهم الحمص يعني متحمسين للحرم، يعني ما يسيبوش الحرم، فهمت؟ وكانت قريش متزعمه هذه الفكره، والنبي كان من قريش ولكن كان لا يقف معهم، كان يقف مع سائر الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى ثم افيضوا من حيث افاض الناس، عشان تجيب من القران لفظ الناس المستخدم في اماكن كثيره وكان المقصود به ايه؟ خصوص كتير، عشان نفهم من خلال هذا حديث امرت ان اقاتل الناس، اللي فهموا الجماعات الارهابيه ان الناس يعني كل الناس، لا ده لفظ مخصوص. الناس هنا هم القبائل التي وقفت ضد النبي في عصر النبي، منعته من ايه؟ من نشر دعوته. امرت ان اقاتل الناس، لكن الناس اللي ما بتقاتلناش ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فهمت بقى ازاي؟ عشان ما يبقاش في تناقض. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هنا الناس وهنا الناس، الله، الناس بتقول للناس؟ ولا بعض الناس قالت لبعض الناس؟ فهمت بقى؟ الذين قال لهم الناس، وكان نعيم مش عارف ايه الكافر هو اللي قال لهم ايه ده القريش جامعه لكم وجايه لكم وهتيجي تغزوكم عشان يخوفوهم، وهو واحد بس ربنا سمى الناس. الذين قال لهم الناس ان الناس اللي هو ابو سفيان وجيش الكفار قد جمعوا اليكم فاخشوهم. شوف الناس والناس جنب بعض في سطر واحد، وده معنى وده معنى. لازم نفهم اللغه العربيه، مش شويه عيال قاعده تجيب لك احاديث النبي تفهمها غلط وبعدين تروح تفجر نفسها عشان تقاتل كل الناس في كل الناس حته، حتى يروح استراليا عايز يقاتل اهل استراليا يقول لك اصل الحديث كده، حديث كده مين علمه لك؟ يقول لك اهو اهو اقرا الناس. حاجه غريبه، لا اروا الاحاديث دي ولا اروا القران ولا فهموا ولا قعدوا مع العلماء، من دي المشكله المصيبه اللي فيهم. وتلاقي الواحد منهم ممكن يبقى معاه دكتوراه في تخصصه لكن جاي، تلاقي معاه دكتوراه في الهندسه، معاه دكتوراه في التجاره، معاه دكتوراه مثلا في مش عارف ايه، لكن اتربى على الجهل. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، هذا مثال تاني لكلمه الناس ولا يقصد بها مطلق الناس. امثله كثيره بقى في القران، وربنا بيقول ايه؟ سمى النبي الناس في ايه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ايه؟ سمعنا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا لا لين بس وطعنا في الدين. سمى النبي الدين هنا في الآية، سمى النبي هنا ايه؟ الدين، وطعنا في الدين، طعنا في النبي، فسمى النبي الدين. فهمت ازاي؟ ادي حاجة اهو، يعني ودي من نوادر القرآن من مفردات القرآن، الدين في القرآن كله ليه معنى، وفي موضع الآية دي ليه معنى آخر، يسموه مفردات القرآن. وطعنا في الدين يعني في النبي، إنما النبي سمى الناس في إيه؟ في قوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، بيرد على اليهود حسدوا النبي إن خد النبوة وكانوا عايزين النبوة يبقى إيه؟ في سلالة يعقوب، فلما جت من سلالة غير يعقوب وإسحاق حسدوه، فلما حسدوه كفر. فربنا يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، يقصد النبي، على ما أتاه الله من فضل من الوحي. يبقى الناس هنا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. الناس هنا والنبي، شفت بقى؟ يبقى الناس جت في القرآن بمعاني كتيرة قوي، بمعاني كتيرة قوي، وما جتش في القرآن بالموضع العام إلا في قول يا أيها الناس بس. أما يقول يا أيها الناس يبقى شامل كل الناس في النداء، بس على سبيل النداء للتكليف، يا ايها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى كل الناس. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين لعلكم تتقون، يبقى كل الناس. فهم؟ هنا برضو في البقره ثم افيضوا من حيث افاض الناس، هنا الناس مخصوصه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. يجوز تقول كان قريش وتقول كانت قريش، تنفع الاثنين صحيحتان لغة، صحيحتان كان وكان، لأن ليس مؤنث حقيقي. طالما ليس مؤنث حقيقي مؤنث لفظي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه. قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة. يعني كان ايه، قريش عامله سيطره على الكعبه، ما حدش يطوف حوالين الكعبه بثيابه، لازم ثياب بتاعتنا احنا. طب ابرن ما بياخدش ثيابه يبقى يطوف عريان. فهمت بقى؟ شغل بقى سيطره ديكتاتوريه بلا دين وخلاص كده. ويقول لك علشان ما تخبيش حاجه عن ربنا، وانت هتستحي من ربنا؟ يقوم يفلسفها. واخد بالك ازاي؟ يفلسفوها الاول، زي ما بيفلسفوا نوادي العراه هناك. يقول لك الانسان يخرج من قيوده، حتى قيود اللبس عايزين يرجعوا حيوانات تاني، ما هو اللي ما بيلبس هو الحيوان، فعايزين يبقوا زي الحيوانات. فاهم؟ يعني الانسان يمتاز عن ايه؟ عن الحيوان ان هو بيلبس. مش ده الفرق بيننا وبين الحيوان من حيث الظاهر كده؟ ان واحد لابس يبقى ده انسان، واحد ماشي عريان يبقى ده حيوان، كلب واخد بالك، او عجل او فيل. بس الانسان لما بيبقى ماشي عريان بيبقى فيل من غير زلومه، فما ينفعش اننا نقلد الحيوانات. فهمت ازاي؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشه، يبقى ده حاجه خاصه ببني ادم. فهم؟ يبقى انت لو تخليت عن هذا تخليت عن بني ادميتك، صرت حيوانا. لكن المهم كانوا يفلسفوها بقى، واخد بالك؟ وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكانت الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيروا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. ابتسالا بقى إيه لفعل النبي، لأن النبي قال لهم إيه، خذوا عني مناسككم، واستقر الأمر على كده خلاص. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع محمد بن جبير ابن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي، أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، يعني تاه منه بعيره، أضللت بعيرا لي يعني تاه مني بعيري، فذهبت أطلبه يوم عرفة. جبير بن مطعم ده من الحمص من قريش، يوم عرفة سايب قريش هناك في مزدلفة، فالبعير بتاعه تاه، قام بيدور عليه لقاه في عرفات، فلقى النبي واقف في عرفة، ده قبل الايه البعثة. قال ايه ده، هو ده مش من الحمص، ايه اللي موقفه هنا؟ تعجب بقى. فهم؟ اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفه، فقلت والله ان هذا لمن الحمص، فما شانه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. يبقى النبي كان حتى في حجه قبل البعثه موفقا، كان ما يمشيش ايه على عدد قريش، والرغم انه قرشي كان يقف ايضا في عرفه مع الناس. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى الأشعري كان جاي برضو من اليمن زي سيدنا علي، فسيدنا علي برضو أهل بإهلال النبي، سيدنا أبي موسى الأشعري أهل بإهلال النبي. يبقى يجوز أنك أنت تهل بإهلال إنسان وينعقد حجك على نية هذا الإنسان. طب افرض الإنسان الذي أهللت بنيته لم يكن حدد بعد، أهل بإهلال مطلق ثم علمت أنه كان مطلقا ثم حدده بعد ذلك، فلك أن تحدد غيره. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو كان حدد اهلاله وانت اهللت على نيته يبقى خلاص تعمل زيه. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي احججت؟ فقلت نعم. فقال بما اهللت؟ يعني احججت يعني نويت الحج يعني. فقلت نعم. فقلت بما اهللت؟ بما نويت. قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد احسنت. يبقى ايه احسنت؟ طف بالبيت وبالصفا والمروه واحل. الله، طب ما قالش لسيدنا علي احل، وقال لسيدنا ابو موسى الاشعري احل يعني تمتع. ليه؟ لان سيدنا ابو موسى لم يسق معه الهدي، والنبي قال من ساق معه الهدي فلا يحل، ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمره الى الحج، ففسخ نيه الحج الى العمره. فهمت بقى ازاي؟ يبقى علشان كده سيدنا ابو موسى لم يسق معه هدي، فلما اهل باهلال النبي والنبي قال لو لم اسق الهدي لجعلتها عمره، فقال له اجعلها انت عمره بقى يا ابو موسى. وسيدنا علي ساق معه هدي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحل يا علي، امكس على حالك حتى يبلغ الهدي محله. فهمت الفرق؟ قال فقد احسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروه واحل، يعني معناه افسخ الحج الى عمره، ولا يجوز فسخ الحج الى عمره الا في عصر الصحابه بس في حجه الوداع، بعد كده اجمع العلماء على عدم جواز فسخ الحج الى العمره. ولكن اجازوا اضافه الحج الى نيه العمره. فتصير قارنا، يعني ممكن واحد ينوي عمره فيحط ليها الحج ويصير قارنا، يجوز هذا. لكن لا يجوز ان هو ينوي الحج فاذا وصل الى مكة يقول خليها عمرة، ما ينفعش هذا. طب ما هما عملوها هنا، قال لك ده من اجل التشريع الاول، من اجل التشريع الاول حتى يبين للناس ان العمرة قبل الحج جائزة على خلاف ما كانوا يعتقدون. واضح؟ قال فقد احسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروه واحل، ما قالوش وقصر شعرك لانه معروف، يبقى باب الاختصار يعني قصر او احلق. يبقى احل يعني ايه؟ يعني قصر شعرك والبس ثيابك، ادي معنى واحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروه، ثم اتيت امراه من بني قيس ففلت راسي، يعني سرحت لي شعري، ففلت راسي يعني سرحت لي شعري، يبقى عرفنا انه قصر لم يحلق. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. ويجوز هنا استخدام المحرم في إيه؟ الرجل يستخدم المحرم إنها تسرحه، إنها تلبسه، ما فيهاش حاجة، طالما محرمه زوجته أو أخته أو أمه أو خالته ما فيش مشكلة. فدي كانت يبدو إنها امرأة محرما له. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس، كان يفتي الناس بالحكاية دي، بجواز فسخ الحج الى العمره. بعد كده قام الناس مردوش، الناس اللي هم الصحابه العلماء قالوا لا، لا يجوز فسخ الحج الى نيه العمره بعد هذا اللي ايه هذه هذا العام فقط للتشريع، لكن بعد كده ينوي جازما عمره اولا او يدخل عليه الحج او ينوي حج مفرد ولا يفسخه الى عمره. فهمت بقى ازاي؟ فكان يفتي الناس بجواز فسخ الحج الى عمره بعد ذلك. فهم؟ ف
فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، روايدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. سيدنا عمر كان فاهم الحكاية دي، كان فاهم أن لا يجوز فسخ الحج للعمرة، فنهى الناس، فهمت إزاي؟ وكان كمان سيدنا عمر يرى أن الإفراد أفضل من التمتع، فكان يخلي الناس يفردوا. يبقى سيدنا عمر كان يرى حاجتين، يرى عدم جواز فسخ الحج إلى نية الحج إلى عمرة، ويرى أيضا أن الإفراد أفضل، أنه يبدأ بالحج أفضل، فهمت بقى؟ فعلشان كده ايه قالوا له ايه روايدك يعني بالراحة شوية، بعض فتياك، قلل الفتية شوية. سيدنا عمر بقى امير المؤمنين واختار ايه اختيارات، فعليك ان تسير على اختياراته لان هو امير المؤمنين، فلا تفتي على خلافها يعني. فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك، يعني اختياراته في النسك، مش يشرع جديد، لا، له اختيارات، ايه الافضل وايه مش الافضل، دي اختيارات مذهبية عادية، فهم؟ ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتية فليتئد، يعني لا يتعجل. سيدنا أبو موسى تراجع بقى، لهم اللي قلنا له فتية يستنى شوية ويشوف عمر عايز يقول إيه، فليتئد لا يتعجل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه، فبه فأتموا، امشوا وراءه. شفت الصحابة ما كانوش يحبوا كل واحد يتميز كده برأي ويدافع عنه حتى ولو يراه صح، ويجمع له مجموعة ويعتصموا ويعملوا مش عارف مظاهرات ويقفوا ضد بعض البعض ويشهروا ببعضهم، ما يكونش عندهم العادة دي. قال لهم خلاص بسيط، انتظروا بقى أي فتية قلت له وقفوها، ما تعملوش بيها. سيدنا عمر جاي لكم دلوقتي في خلال أيام، انتظروا بقى تموا بيه. لأن معروف أن اختيار ولي الأمر يرفع الخلاف المذهبي، يبقى الخلاف المذهبي واسع طالما ولي الأمر لم يختار شيء، يبقى سارك الناس تفعل ما شاءت من هذا الخلاف المذهبي. فإذا اختار ولي الأمر أمرا لازم الناس أن يختاروا ما اختاره، واخد بالك، طاعة له، لأنه اختار أمر ليس خارجا عن الدين بل هو من الدين، فهم؟ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، يعني يقول وأتم الحج والعمرة لله، يعني أتم الحج وبعدين العمرة بعدي، وإذا نويت الحج فأتم حج ولا تفسخ إلى عمرة بمقتضى كتاب الله، فهمت بقى كلام سيدنا عمر؟ إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، يعني لو نشوف كتاب الله نلاقي ربنا بيأمرنا بالتمام، ولو نشوف فعل النبي أن النبي لم يفسخ الحج بتاعه إلى عمره، بل أضاف إليه العمره ولم يفسخه إلى عمره، فهمت؟ وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. شفت النبي سأله الأول هل سقط من هدي، لما قال له لا قال له اعملها عمرة بقى، افسخها إلى عمرة. قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني، يبقى ففلت رأسي يعني مشطتني يعني سرحتني، مش فلت رأسي طلعت الأمل يعني، ما ينفعش كده تفهمها بالطريقه دي، يبقى فمشطتني. اصل المصريين لما يقول لك فل راسه يعني بيطلع الامل، لغه المصريين العاميه كده، فل راسه يعني يطلع الامل، لكن هنا ففلت راسي يعني سرحت راسي يعني مشطت راسي يعني رجلت شعري بنفس المعنى، وغسلت راسي، وكمان غسلت له راسه، لان كان الصحابه يبقى شعرهم طويل فيحتاج واحد يساعده علشان يغسل راسه كويس
وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، يعني موسم الحج، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل سقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة ابن عمير عن إبراهيم ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة، بالمتعة يفتي بالمتعة يعني بجواز فسخ نية الحج إلى عمرة للتمتع، أدي معنى الكلام، يفتي بالمتعة أي بجواز فسخ نية الحج إلى العمرة للتمتع. فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله. فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. يعني سيدنا عمر هنا بيكلمه كمان على موضوع انه بيرى كمان، مش كده وبس، مش ليس بعدم جواز فسخ الحج الى العمرة فقط، بل يرى ايضا ان افراد الحج بالنية اولا افضل. فهمت بقى؟ لان بيقول له هنا ايه: قد علمت ان النبي قد فعله، يعني اجاز ان الانسان يبدأ بعمرة ثم يجعل الحج ويحل بينهم، علمت ان النبي فعله، لكن انا اختياري ارى ان الافضل أن النبي فعل ذلك ترخيصا للناس، وأنا أريد أن أخذ الناس بالعزيمة. فهمت بقى؟ يعني مش بيرد حكم النبي، لا، هو فاهم أن حكم النبي في إيه؟ في العمرة قبل الحج أن هذا من باب الرخصة وليس من باب العزيمة، وهو يريد أن يأخذ الناس بالعزيمة. فهمت؟ مش بيرد سنة النبي بقى ونقعد نسب في سيدنا عمر زي ما بيعملوا بعض الجهلة. لا، ما يقصدش كده. دي اختيارات. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين، يعني إيه؟ ينكثوا، يجامعوا النساء ويعيشوا، يخرجوا من إيه؟ من حلاوة العبادة إلى الانغماس في لذات الدنيا، فهو مش عايزهم يبقوا منغمسين في لذات الدنيا ويصبح عليهم عرفة على طول كده، هو عايزهم يبقوا مؤهلين يعني نفسيا. فهمت إزاي؟ كرهت أن يظلوا معرسين، يعني متصلين بنسائهم بهن في الأراك، ثم الأراك يعني أشجار الأراك، يعني في الأماكن الإقامة يعني، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم من غسل الجماع، يعني لسه حديث عهد بجماع النساء، فيكونوا إيه؟ غير مؤهلين للحضور في العبادة وهيبة العبادة وحلاوة العبادة والذكر. أدي كلام سيدنا عمر والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه كان يفضل سورة الإفراد على سورة التمتع. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف غدا، نقف على باب جواز التمتع غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.